قام وزير النقل هشام عرفات ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع البحرية بتكلفة تقدر ب 400 مليون دولار وعلى مساحة 140 ألف متر مربع ومنطقة لوجستية بمساحة 500 ألف متر مربع لتقديم الخدمات للمحطة والتكامل مع المنطقة الحرة بالميناء على غرار المنطقة الاقتصادية بميناء العقبة الأردني لخدمة جنوب سيناء. في مشروعات ضخمة جدا بتتعمل، سمعنا كلنا عن مشروع نيوم اللي هو الأردن مع المملكة العربية السعودية، أشقائنا في المملكة العربية السعودية، أشقائنا في الأردن، وإحنا هنا في مصر. كان لازم نبص على النقل البحري. طب النقل البحري البضايع دي هتخش وهتطلع ازاي؟ عند الصادرات واردات، النقل، اللوجستيات، الكلام ده كنا لازم نفكر فيه. فلقينا ان انسب حاجة هو المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي، منطقة نويبع. بنعمل رصيف متعدد الاغراض اللي بنسميه مالتي بيربز. مالتي بيربز ده فيه حاجه اسمها جنرال كارجو او بضائع عامه، وفيها ساحه حاويات. الرصيف طوله 700 متر، ده طول مش قليل ابدا. احنا النهارده بنتحول بميناء نويبع من ميناء ركاب عادي الى ميناء لنقل البضائع او لميناء بقى لوجيستيا. مدينه نويبع زي ما كنا بنحلم بيها، هي هتبقى مدينه تجاريه فيها ميناء رائع بيتم توسيعته، فيها محطات مياه ان شاء الله جديده، فيها منطقه لوجستيه، فيها منطقه حواليات، فيها طبعا منطقه الساحات اللي هي منطقه الشاحنات. الرصيف هيكبر زي ما اتقال لي باذن الله، هتبقى دي نواه لي يعني جعل هنا منطقه تجاريه استثماريه على اعلى مستوى. بنتمنى لاشقائنا في الاردن كل توفيق وكل دعم، علشان ان شاء الله هو العمل هيكمل مع أشقائنا في الأردن، يبقى كده المنطقة هنا كملت ومنطقة فعلا بقت تكامل اقتصادي مع تجاري، وده اللي احنا بنشده وبنأمله في مدينة نويبع.